بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will continue our science lesson about reproduction in plants. And now we will start to explain methods of mixed pollination. احنا عندنا two types of pollination. Mixed pollination and auto pollination و mixed و cross او cross. Excellent. Mixed or cross pollination. كنا انتهينا في السيشن اللي فاتت في عن الاوتو بولينيشن او السيلف بولينيشن. Today we will start to explain methods of mixed pollination. And there are three types of mixed pollination, which are by wind, by insects, and finally artificial pollination. Pollination by wind. التلقيح عن طريق الرياح. كل حاجة بيكون لها دور وليها properties أو characteristics. يعني إيه؟ المكونات بتاعت الميل reproductive organ of plant ليها characteristics، ليها صفات، والمكونات بتاعت الفيميل ريبرودكتيف اورجانز بيكون ليها characteristics او ليها صفات، والبولين جرين نفسها بيكون ليها صفات. خلاص لازم نعرفها بقى. Pollination by wind. Answers: they are hanged to be easily opened by air. لازم تكون الانسرز hanged. hanged معناها معلقة، معلقة في الهواء كده، يعني ايه؟ مش فيكسد، مش ثابتة، لا لازم تكون معلقة. بص بص الفكرة اهي، معلقة. طب ليه لازم تكون هانجد؟ وده بيجي سؤال give reason على طول في الامتحانات. Answers must be hanged. ليه؟ give reason to be easily opened by air. عشان بمجرد ما الهواء يخبط فيها تتفتح وتعمل spreading the pollen grains، تتفتح وتبعت البولين جرين في كل مكان. And stigmas. الستيجما ده معروف، اللي هي الخاصة بالفيميل ريبرودكتيف اورجان. They are feathery like and sticky. يعني لازم تكون feathery و sticky. ليه؟ give reason to catch pollen grains from air. انا عرفت ان الاير خلاص هيعمل spreading للبولين جرين، خلاص. طيب انا بقى عايز الستيجما دي تستقبل البولين جرين، فالستيجما دي لازم تكون feathery، لازم تكون ريشية خفيفة، وفي نفس الوقت تكون ستيكي يعني لزجة، ويعني عايزين نقول عليها ايه؟ قابلة للالتصاق، يعني المواد اللي جاي عليها او البولين جرين اللي جاي عليها تلتصق بها مباشرة. طيب يجي هنا يسألك ويقول لك why stigmas must be feathery and sticky. give reason. اقول له والله excellent ياسين، to catch pollen grains from air. to catch pollen grains from air. طب الكاركترستكس of pollen grains، صفات البولين جرينز نفسها هي كمان ليها صفات؟ اه طبعا. they are produced by huge numbers. لازم تخرج من الانثر بكميات هائلة، بعدد هائل. ليه؟ to compensate what are lost in air. to compensate what are lost in air. to compensate what are lost in air. من اجل تعويض ما سيتم فقده، لان معلش هم مالهمش سنسور يعني او ليهم ماجنتيك فورس بتجذب البولين جرين للاستجمز على طول. لا ده هي كده بقدر ربنا، اللي يعني الموضوع ماشي بقدر ربنا، انما الباقي هيروح فين؟ خلاص لوست ان اير. طب انا عايز اعوض بقى الكميه اللي هتضيع دي، يبقى لازم البولين جرين produced by huge numbers، بكميات هائله، to compensate what are lost in air. مش بس كده، البولين جرينز من ضمن خصائصها وصفاتها light in weight، لازم تكون خفيفة الوزن، and dry، وتكون جافة، to be easily carried by air. يبقى كل دي الصفات المتعلقة بالpollination by wind. anthers must be hanged to be easily opened by air. stigmas must be feathery and sticky to catch pollen grains. pollen grains must be produced by huge numbers to compensate what are lost in air. And they must be light and dry. خفيفة وجافة، ناشفة يعني. ليه؟ to be easily carried by air. Number two, pollination by insects. وما زلنا بنتكلم عن المكسد pollination أو الكروس pollination. Pollination by insects. Pollination by insects. طيب هنا هل الصفات هتفضل زي ما هي خاصة بالبولين جرين والخاصة بالستيجماز والانسرز؟ لا بتختلف. تعال نشوف.
Flowers pollinated by insects are characterized by. الزهور اللي بيتم تلقيحها عن طريق الحشرات لازم تتسم وتتميز ببعض الصفات، ألا وهي their petals. مالها يا سيدي؟ لازم تكون colored and scented، ملونة ولها رائحة ذكية، رائحة جذابة. give reason to attract insects to feed on its nectar، عشان تجذب إليها الحشرات وتتغذى على رحيقها. طب هو الهدف ان هي تتغذى على الرحيق؟ لا، الهدف ان البولين جرين attract to its body. خلاص، يبقى دي اول حاجة، البيتلز لازم تكون colored وتكون scented. their pollen grains sticky، لازم تكون sticky، البولين جرين تكون بتلتصق عشان اول ما توصل لجسم الحشرة تلزق في جسم الحشرة على طول. their pollen grains are sticky or having a coarse substance أو having a coarse surface. عندها coarse surface يعني سطح خشن. give reason to stick on insect body، حتى تلتصق في جسم الحشرة. artificial pollination، التلقيح الصناعي أو اللي هو عن طريق الإنسان. in this case man help in pollination. this method of pollination is carried out by man، عن طريق الإنسان. بيعمل الإنسان بقى، اديني example. palm trees where the gardener spread palm trees pollen grains over their female flower. يعني الرجل هو الجنيني أو مسؤول الحدائق بيعمل spreading palm trees pollen grain. مش احنا قلنا ان البالم من الأنواع اللي ليها ميل وفيميل؟ الراجل اللي هو المسؤول عن الجنينة بيطلع يعمل سبريدنج لإيه؟ للبولين جرين من إيه؟ من الميل بالم، عشان هو اللي فيها بولين جرين. over there female flowers، over there female flowers، لذلك بنسميها artificial pollination because man who do this process. بعد ما تم الانتهاء من the first process in reproduction of plant which called pollination، now we will study fertilization. ودي second process، دي العملية الثانية. ايه هي fertilization؟ it's the process of fusion of nucleus of male cell which called pollen grain with the nucleus of female cell which called ovum to form zygote. يبقى انت عندك equation، عندك معادلة، عندك معادلة pollen grain fusion أو combine with ovum equal zygote. سهلة كده. pollen grain to study pollen grain germination، عشان ندرس بقى المرحلة البينية، في مرحلة كده in between اسمها germination of pollen grain. يعني احنا كنا اتكلمنا وقلنا after pollen grain transfer to ستيجما مش على طول كده بيحصل عملية ريبرودكشن تكاثر، لا، في مرحلة كده وسطية اسمها germination of pollen grains أو growing of pollen grains. وأي مرحلة germination أو نمو بتستلزم nutrition، تغذية، صح ولا لا؟ يعني لازم البولين جرين دي تتغذى. تعال بقى نشوف هتتغذى على إيه. هو الراجل قال لك تعال أعمل لك أكتيفيتي عشان أثبت لك إن البولين جرين دي بتنمو وبتكبر. هنجيب ديليوت sugar solution، محلول سكري خفيف، glass slides and covers، شرائح زجاجية وأغطية لهذه الشرائح الزجاجية، water and microscope، place a drop of dilute sugar solution on a glass slide. هتجيب قطرات من sugar solution ده وتحطها على شريحة زجاجية، خلاص، and put some pollen grains، وحط عليها شوية pollen grains، then cover them with glass cover، then ايه؟ cover them with glass cover، غطيهم بقى بجلاس ايه؟ cover. عملنا احنا ايه بقى؟ جبنا sugar solution وحطينا جواه pollen grains وقفلنا عليهم، صح كده؟ طيب number two، repeat the previous step، بس تشيل بقى sugar solution وتحط مكانها water. هو هنا بيدور على النيوتريشن ميديا، وسط التغذية،
هل الماء ينفع لوحده وسط غذائي ولا لازم يكون ميه بسكر شوجر سوليوشن؟ هيبان دلوقتي. كيب بوث سلايدز، حط الشريحتين دول ان دارك اند وورم بليس، في مكان مظلم وايه ودافئ فور هاف ان اور، لمده نصف ساعه. Then examine the two slides under microscope. ادرس الشريحتين تحت المايكروسكوب. يا ترى هتلاحظ ايه؟ Pulling grain of sugary solution germinate by the formation of pulling tube. عايز يقول لك ان اللي هتنمو وهيحصل لها germination هي البولينج جرين بتاعت مين؟ sugary. اللي محطوطة في انهي ميديم؟ sugary solution. هيحصل لها germinates by the formation of pollen tube، بتكوين pollen tube، انبوبة لقاح، انبوبة التلقيح. خلاص containing، والانبوبة دي جواها خلي بالك two male nuclei، يعني نواتان ذكريتان. نواتان ايه؟ ذكريتان. two male nuclei and one tube nucleus، and one tube نيوكليس. خلاص كده. طيب this is similar to what happened to pollen grain falls on flower stigma. ده نفس اللي بيحصل بالظبط لمين؟ للبولين جرين after falling stigma. معنى كده يا مستر، معنى كده ان البولين جرين بعد ما بتقع على الاستجما بتحصل لها عملية جروينج الاول، عملية جيرمينيشن الاول، وبينتج عنها بولين تيوب، وبينتج ايه تاني؟ تو ميل نيوكلي. خلاص. طب يا مستر واللي كان فيها ووتر؟ لا، بولين جرين ما حصل لهاش اي جيرمينيشن ان ووتر، في الميه بس. طب المراحل اللي مر بيها بس في النبات بقى، ده كان اكتيفيتي في النبات بقى، ايه اللي بيحصل؟ مش انت عارف وحافظ ان دي كده الجينسيوم ستيجما وستايل واوفري. لما بيسقط عليها بولين جرين اهو after pollination pollen grain sticks on the stigma which secretes sugary solution. الاستجما بتفرز ايه؟ sugary solution. يبقى انا كده عرفت الشوجر سوليوشن بتيجي للبولين جرين منين. ستيج نمبر 2، المرحله الثانيه، البولين جرين جيرمينيت فورمينج بولين تيوب، والبولين تيوب كونتين تو ميل نيوكلي. اهو ادي البولين جرين خرج منها تيوب وجواها تو ميل نيوكلي. المرحلة الثالثة، the third stage، pollen tube extend through the style till reaches the oval inside the ovary through the micropyle. يعني البولين جرين بيفضل بقى التيوب بتاعته تمتد لحد ما توصل لمين؟ للأوفري. stage number 4، end of pollen tube degenerates and one of the two male nuclei fuses هي fusion، هي combine، برافو عليك، تندمج with ovum forming fertilized ovum، وتنتج لك بويضة مخصبة. ايه هي fertilized ovum؟ الovum which receive the pollen grain، او لا ان اردنا الدقة the ovum which receive the male nuclei. يبقى when، خلي بالك بقى، when ovum receive the male nuclei it will be fertilized ovum. it will be ايه؟ fertilized ovum. نعم. هو ايه اللي حصل للبولين تيوب؟ مش فضلت يحصل لها اكستنشن يعني تمتد لحد ما وصلت للاوفري؟ حلو جدا. ايه الهدف من الاتصال ده؟ ان التو ميل نيوكلي يوصلوا للاوفمز، يوصلوا لمين؟ للاوفم اللي هم البويضات. طيب بعد ما التو ميل نيوكلي ريتشز اوفم، الاوفم بيكم فيرتلايزد اوفم، بتبقى بويضه مخصبه خلاص جاهزه لانتاج خلايا جديده. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. زيجوت، زيجوت او زيجوت which is known. يبقى الزيجوت ده نتيجه ايه؟ ها فيرتلايزيشن.
او ال ايوه اكسلنت نتيجه الفيرتلايزيشن بروسيس. ايه هي الفيرتلايزيشن بروسيس؟ تعال بقى نقولها بس بعد ما نشوف الاستيج رقم 5. زيجوت undergoes successive divisions to form the embryo inside oval. يعني ايه الكلام ده؟ الزيجوت undergoes يعني بينفذ ايه الزيجوت؟ والزيجوت ده ما هو الا خليه نتجت عن كومباين بتوين البولينجرين مع الاوفم. خلاص كده بيحصل لها سكسيسيف ديفيجنز انقسامات متتاليه. ادي اول انقسام، انقسام ثنائي، بعد كده انقسام رباعي، بعد كده بقى ما تعدش اللي هو بيبقى شكل امبروي اللي هو الجنين ده كده اسمه جنين. then produce new plant، بعد كده بينتج لنا نبات جديد. اه بيبقى لسه صغير يعني، هو بس يعني عشان يكبرها لك ويوريها لك يعني. فهمنا كده how plant form، ازاي النبات بيتكون، او how reproduction of plant occur، ازاي عملية التكاثر في النبات بتحصل بشقيها بقى من اول مرحلة البولينيشن لحد مرحلة الفيرتلايزيشنز وانتاج الزيجوت ثم انتاج الامبروي ثم انتاج نيو بلانت. خلاص. formation of seeds and fruits. formation of seeds and fruits. تعال بقى بنيجي عند المرحلة دي والناس تقول لك والله ما انا واكل فاكهة تاني، لما يعرف الفاكهة دي اساسها ايه او اتكونت ازاي. ليه يا عم؟ ايه اللي بيحصل؟ تعال وانا اقول لك. after completion of fertilization process، بعد اكتمال وانتهاء عملية الاخصاب، the wall of ovary، الجدار بتاع المبيض، it developed to become the outer coat of fruit، بيتحور ويتطور ليصبح الجدار الخارجي او الغلاف بتاع الفاكهة. عند الراجل يبقى سيادتك بتتلذذ وانت بتاكله بعد ما تغسله. ايه عند الراجل يبقى بتاع كتير بلاستيك يعني؟ لا يا حبيبي، الفاكهه نفسها. يا نهار ابيض، طب انت تاكلها تاني. يا نهار ابيض. ايه ده؟ نرجع تاني. wall of ovary developed to become the outer coat of fruit which is called pericarp، ده اللي بيسمى الغطاء الخارجي او الغلاف بتاع الفاكهه. طب خد اللي اكتر من كده، ovary المبيض نفسه هيتحول لايه؟ خباك ده جدار المبيض. جدار المبيض بقى هو الكوت، بقى هو البيريكارب اوف فروت. الاوفري المبيض نفسه ديفولت تو بيكام فروت، اصبح هو الفاكهه اللي انت بتاكلها. ومش بس كده، وول اوف اوفل، جدار البيضه، جدار البيضه نفسها اللي حصل لها تلقيح، ديفولت تو بيكام سيد كوت، بقى هو البتاع الناشفه اللي احنا بنرميها دي، عارفها؟ اللي هي اصلا فوت جواها لسه الحبايه اللي هي السيد. طب الحبايه دي اللي هي ايه؟ اللي هي البويضه نفسها الملقحه اللي هي الفيرتلايزد اوفم. خلاص، سبحان الخالق بقى، من حاجه ملهاش طعم ولا اي حاجه تبقى مره واحده مسكره وجميله وطعمها لذيذ جدا في بقنا. فسبحان الخالق، سبحان المبدع البارئ.